السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدربة الكروشيه والأشغال اليدوية عزة خليل. النهاردة إن شاء الله استكمالا لحلقة تعليم الجالون أو الكردون. الكردون ده بينفع أكتر في اللسي، وبينفع في الكروشيه البلغاري، بيبقى حلو قوي، وفي المفارش كمان اللي هي بتبقى شبه اللسي، جميل. لأن هو له، لو انتي شايفة، بصي هنا له حروف، شايفة له حروف ممكن تشتغلي منها، بتثبتي جميل. وبعد كده ممكن نعمل لكم حلقات على ازاي ايه نشتغل ونثبته على الـ على الـ على المفرش. إيه هنا انا كنت بحقيقة بدرب مجموعة من الناس اللي بدربها، وكنت عاملاه بطريقة، وبعدين لقيت عليهم صعوبة شوية، فقلت اسهلها عليهم. وهنا وقلت إيه، انتوا كمان تستفيدوا معايا بالتسهيل ده. هو الكردون بنعمل غرزتين ونبدأ نشتغل من أساسهم، فأنا لقيت فيه صعوبة، فقلت هزود، أجي الغرزة الثالثة وأجي هنا أدخل في الأولى، أعمل غرزة حشو. لو بصيتي هنا معايا، بصي هنا معايا، أدي غرزة اتنين، شايفاهم أهو، أدي واحدة هخش فيها وأجي التانية، شايفة؟ أنا زي ما أنا هطلع تاني منها عشان أوريكي، عشان تبقى بهدوء. ماشي، انا خلاص خدت الحشو من التالتة، وقفت، هاجي اعمل ايه؟ اهو هدخل في الغرزة اللي قدامي دي والغرزة دي، هدخل الاتنين دول. بعد ما دخلت كده وانا زي ما انا كده، الف، امسك الف، لان الخيط بصي فوق، فهلف كده، شايفة؟ هلفها فوق واسحب من الاتنين اللي انا طلعتهم، بس بهدوء طلعت اهو، بقى عندي اتنين، ارجع اسحب منهم تاني. لو بصيت هلاقي اتنين تاني هم، ادي واحدة وادي واحدة، ادي واحدة وادي واحدة، زي ما انا ماشي دخلت فيهم. بعد ما دخلت فيهم الف الشغل لفوق كده واسحب من الاتنين، وبعدين اعمل اللي اسحبهم تاني. لو بصيتي هتلاقيهم هم تاني، هم غرزتين تاني زيهم هم، ادي واحدة واحدة وادي، اطلع منهم تاني عشان تشوفيهم، ادي واحدة دخلت فيهم الاتنين هم، شايفاهم؟ الف الشغل لفوق وارجع اسحب منهم هم بس، وبعدين اسحب الاتنين تانيين، ارجع تاني الاقيهم تاني قدامي، اتنين تانيين غيرهم هم. يبقى انا بنزل الاول في الاتنين، وبعد ما بنزل بلف الشغل لفوق واسحب واطلع فوق اهو، اسحب الاتنين تاني، هرجع تاني بالتوالي اهو، شايفه؟ دخلت فيهم ارجع الف فوق اهو واعمل، شايفه الدنيا؟ كل ما بتعملي، هو في البدايه تحس انه بيبقى صعب شويه او مش بيبان معاكي، لكن هو هنا بدأ يبان اهوت، شايفه اهو، بنزل في الاتنين، بنزل فيهم الاول، وبعد بنزل بلف الشغل لفوق بطلعه بصي انا بنزل فيهم اهوت، نزلت فيهم اهو واطلعه عشان اسحبه الخيط ده، شايفه اهو اهو لفتها. بس هو تبص تلاقيها غصب عنك بتلف معاكي أهو. يعني في ناس تعمل كده وعايزه تعمل كده على طول، طب ليه بدل ما تعملي كده على طول؟ طب ما انت اهو، انت تحت اهوت، انت دخلتي فيهم اهوت، لف الشغل للخيط عندك اهو، ارجع تاني دخلت في الاتنين اهو، الف، ارجع تاني الف، ادخل في الاتنين الف واطلع فوق. الدنيا سهلة خالص وبالراحة، كل حاجة بنعرفها. شايفة؟ طالع الجالون معايا اهوت زيه، شايفه؟ ان شاء الله عليكم. لو اي استفسار اساليني على الجروب او على صفحتي، او على هحط لك لينك صفحتي، اعمل لي غرزه كمان، هحط لك لينك صفحتي ولينك الجروب تحت الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. هعمل لك مره كمان دي التذكره، انت بتنزلي اهوت هم الاثنين،
تمام. اتمنى تكوني فهمتي عليا. السلام عليكم.